اثنين، هل تحارب روسيا أمريكا على أرض النرويج؟ هل ممكن يكون في كده ماتش على أرض النرويج بين القوتين العظميين؟ في قلق في النرويج في هذا الإطار. روسيا والنرويج بينهم حدود مشتركة، لكن الحدود دي فوق جدا جدا في المنطقة القطبية، والنرويج في حالة قلق إن ممكن الناتو يشتبك مع روسيا، ولو اشتبك هتكون إحدى ساحاته شمال النرويج. الحكومة قريب كانت طلعت قرار بإن المناطق العسكرية اللي موجودة في المنطقة القطبية الشمالية بالنسبة للنرويج إغلاقها من أجل توفير النفقات. فرؤساء المناطق القطبية بعتوا احتجاج لمجلس الوزراء وقالوا انتوا ازاي تقفلوا القواعد العسكرية اللي في المنطقة القطبية، ده وارد جدا وتتسرب بشكل واقعي ان يحصل حرب بين الناتو بزعامة امريكا وبين روسيا، ولو حصلت حرب بين الناتو وروسيا هيكون جزء من ساحة المعارك في النرويج في شمال النرويج، فازاي اصلا نقفل القواعد العسكرية ديت. الحكومة بتبحث كلام رؤساء المناطق القطبية في هذا الإطار، لكن الفترة الأخيرة شفنا كتير جدا روسيا موجودة في بحر البلطيق، وشفنا روسيا موجودة في المنطقة القطبية، وشفنا طيران روسي بيقرب جدا 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 من الطيران النرويجي، لدرجة أن في مرة كان على قرب 20 دقيقة بس، 20 متر فقط، 20 متر يعني يدوب تقريبا الطيارتين كانوا على وشك السقوط معا، أو كانت تسقط طائرة طائرة أخرى. طبعا ده معناه أن روسيا بتفكر بجدية أن المكان ده ممكن يكون ساحة عمليات. وزارة الدفاع النرويجية بتقول أن روسيا مزودها جدا، وده غير مقبول ومرفوض تماما تواجدها البحري وتواجدها البري وتواجدها الجوي في المنطقة، وحذرت روسيا كثيرا. لكن النرويج مش قد قوة عظمى زي روسيا عشان تحذر هذا التحذير، لكن هو القلق إن قدام حتى لو أمريكا قادت الناتو في معركة مع روسيا، النرويج ودول كتيرة جدا هتكون عرضة للخطر. على الخريطة دي منطقة مهمة جدا في العالم، لو احنا قلنا الطريقة دي تقريبا اسكندنافيا، هنا فنلندا، هنا مية، دي بحر البلطيق تقريبا، هو بحر البلطيق، هنا خليج يمتد ببحر البلطيق، هنا فنلندا، هنا روسيا، يبقى دي فنلندا وادي روسيا. هنا بقى تقسم كده دي شوية، هتلاقي هنا السويد وهنا النرويج، بس النرويج بقى بتمشي كده فوق لغاية ما تقابل روسيا في هذه الحدود، روسيا بتكمل كده والنرويج بتلف من فوق السويد وفنلندا، بيتقابلوا في هذا المكان في المنطقة القطبية دي. يبقى دي هنا روسيا، كل دي روسيا ودي كلها النرويج، دي بقى المنطقة الحدود القطبية اللي بين البلدين. لو الناتو فنلندا والسويد والنرويج مع الناتو، لو الثلاث دول دول بقيادة أمريكا مع دول أخرى بيحاربوا روسيا، طب الحرب هتبقى هنا، ما هم دول هيضربوا هنا ودول برضه ما يضربوا هنا، فدول برضه هيضيعوا في النص. لما في النرويج قالت المناطق القطبية دي فيها قواعد عسكرية مكلفاها كتير، نخفض النفقات، قال لهم لا تخفضوا زي الحرب اللي جاية، لأن روسيا هنا على الحدود هيبقى كل ده مكان وساحة لحرب قطبية بين الناتو وبين روسيا. العالم كله في مناطق خطيرة محتمل تنشب فيها لا قدر الله حرب عالمية ثالثة، لكن دي من بين البؤر الرئيسية، هي منطقة التماس بين أوروبا وبين روسيا، والمنطقة الثانية منطقة بحر الصين الجنوبي، دول أخطر منطقتين في العالم. زي ما قلت لحضراتكم إن الروس بيتصرفوا على إن الحرب قادمة، وكمان النرويج والسويد بدأوا يتصرفوا أن الحرب قادمة، وإنه من فترة كانت في طيارة روسية على مسافة 20 متر فقط من طائرة نرويجية.